قال ابن الزنا هل ينسب إلى أبيه من الزنا؟ لا. قال شوف يا أخوان، بالنسبة لمسألة ابن الزنا، إذا زنى الرجل بالمرأة، يا الله يعافينا وإياكم، وحملت منه سفاحا فعقد عليها قبل ولادتها، أهل العلم لهم طريقان، قالوا ينسب له وقالوا لا ينسب له. اختار القول الأول، ينسب له الشيخ بن جبرين، أنه هذا هو ينسب له. فإن ولدت ولم يتزوجها وإلا بعد الولادة تزوجها، فيبقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، وكني بالمرأة بلفظة إيش؟ وللعاهر الحجر إذا كان محصنا، والله يعافينا وإياكم، ذكرا أو أنثى. يقام الحد على الجميع، لكن ينسب لمن؟ لأمي، ولا ينسب لي لأبي. يقول هذا حدث فقام واحد سجله باسم أبيه وحدث فعلا، وهناك مشاكل في هذا الأمر، وكيف يكون الولد للفراش؟ دين الله، هذا دين الله، ما في حسمة كيف يكون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. الربيع لما قالوا تكسر إيش في الصحيح الحديث، تكسر إيش سنته زي ما كسر سنة الجارية، قال لك لا، وكيف تكسر سنتها وما يصلح، والربيع وما الربيع وكذا. فقال له دين إيش؟ دين الله، البراء. فقال أقسمت على الله لا ألا. ثم نزل وجوء وأتوا بماذا؟ بالعفو. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، لأن جاءهم أهل القصاص هم الذين عفوا، لكن لو لم يعفوا، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد، ما قال بنت إيش؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواسية عدل، سرقت حاشاها لقطعت يدها. فهذا دين يا إخواني، في الدين ما أنتم دعاة إلى الله وكذا، ما فيش لازم نقول كيف، هذا دين الله عز وجل. والذي فعله الناس هو الفساد وهو الباطل، كيف يدخلون دما على دم، وكيف يجعلون هذا الولد لهذه العائلة هو ليس منهم، وكيف يشاركونه في ميراث فيأكل مالا سحتا حراما هو ليس من أهله، تترتب عليه مشاكل شرعية كبيرة جدا، وكيف يكشف على محارمهم، مشاكل كبيرة شرعية أيها الكرام الفضلاء. لذلك في كتاب النكاح من حديث عائشة قالت النكاح كان أربعة أنواع، كان النكاح أربعة أنواع. النوع الأول أن يدخل الرهط على المرأة، الله يعافينا وإياكم، فإن ولدت أتوا بالقافة، عارفين القافة، يشوفون الرجلين ها يقولوا ده ولدك فينسب خلاص إليه. النوع الثاني يدخل الرهط على المرأة أصحاب الرايات، فلما تولد تدعو أحبهم إليها فتلحق الولد به، ما يقدرش يقول إيش لا، لأن الناس كلها شايفينه والعياذ بالله أنه هو يدخل بيت إيش هذه الأندايات وهذه الأماكن الليلية عفان الله وإياكم. النوع الثالث الاستبضاع، ديوث والعياذ بالله، يقول لها اذهبي واستبضعي من 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 بني فلان، تروح المرأة تنام معه الله يعافينا وإياكم، فلما تحمل خلاص الولد ولده. الرابع هو أن يذهب الرجل يطلب مولية الرجل، فأتى الإسلام فنسخ الثلاثة الأول وأبقى هذا، نظافة، دين نظيف. ولذلك ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يشيعوا بها إلا أصابهم الله بالأوبئة والطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا عافانا الله وإياكم. وانظروا إلى أوروبا وأمريكا، يعني دولة زي إنجلترا فيها أكثر من 2 مليون ولد سفاح سنويا، الولايات المتحدة 5 مليون، هذه يعني إحصائية قديمة طلعت عليها، ما ندري الآن كم تكون الإحصائيات، غير أوروبا، غير بقية إيش، غير بقية أوروبا الله يعافينا وإياكم.